بحجم قبضة اليد، وبكبسة زر واحدة يخترق أي شيء إلكتروني تتخيله، حتى التلفاز والسيارة والسينما. قصتنا اليوم يا سادة عن جهاز فليبر زيرو الذي أثار الهلع بين الناس، فهل يستحق كل هذا؟ مجموعة من المؤسسين قاموا بصنع جهاز ادعى مروجيه انه قادر على اختراق كل شيء الكتروني. كونه جهاز متعدد الوظائف يسمح بقراءة ونسخ ومحاكاة اجهزة التحكم عن بعد والاشارات اللاسلكية. وهو جهاز ارسال واستقبال فرعي يستخدم عن بعد بموجات الراديو مع العديد من البروتوكولات المدعومة. وبذلك فإن الدولفين داخل الجهاز يجب أن يصبح سعيدا كلما اخترقت جهازا معينا. لكن هنا يا سادة، يرى المختصون أن الأمر مبالغة ووهم خلقه أشخاص بهدف الترويج والشهرة، وهو فعال فقط على الأجهزة التي تعمل على البروتوكولات القديمة وليست الحديثة.